آلاف من الفلسطينيين جوعاً وهم يتوسطون. كما تعد الدولية قالت على لسان وزيرة خارجيتها. والحال كذلك يبقى السؤال أكثر إحراجاً. بتمنى الحرب تنتهي على خير، وانه الجميع يرجع لبيته، وانه الكل يكون بامن وسلام، واحنا ما بدنا حروب. يعني الحرب ما جابت الا الدمار. كيف ابو يحيى يوسف؟ احنا بنتمنى نرجع لبيوتنا حتى لو انها مدمره، بس انه احنا نرجع، لانه هنا احنا حاسين حالنا يعني اجانب. طبعا الاسعار غاليه، كل شيء غالي. هال نتمنى طبعا نرجع لبيوتنا حتى لو ما فيش بيوت. انا قاعد في خيمه واهلي في خيمه، كنا في خيمه واحده انا واهلي ونسايبي ونسايب نسايبي، قاعدين في خيمه واحده. تواجدنا على الشمال يا عمي، نقعد في دورنا، بدي اقعد في دورنا في خص، بس ارجع على بلدي، ارجع على غزه. انا مش عارف ادبر اموري، هاي اللي شيء غالي كثير كثير كثير، فيش مقومات حياه، فيش شغل نشتغل، فيش اكل ناكله، ذبحتنا الجبنة، الجبنة ذبحتنا، الفول ذبحنا، مش قادرين ندبر امورنا يا عمي. والله زي ما جيت من خان يونس مشي الى روحها، على من رفح الى خان يونس مشي، اقسم بالله العظيم. بس اتمنى وقف اطلاق النار في غزه، وانا بتمنى من كل العالم تقف مع الشعب الفلسطيني بوقف اطلاق النار كامل، مش اي جزئين او جزء، لا كامل. نتمنى نتخلص الحرب، لانه احنا تعبنا. يعني بنطالب كل السياسيين انه يوقفوا، يعملوا وقف اطلاق نار، نرجع بيوتنا. الحياه هنا صعبه، يعني احنا مش متعودين، احنا مدنيين غلابه، ليش قاعدين بقصف كل الناس؟ احنا مع الله. احنا بنتمنى نرجع على غزه بكرامتنا باسرع وقت، الدول تتدخل ووقف اطلاق النار يتم، ولو دورنا مهدمه بدنا نرجع في خيام فوق الرضم، مش قصه. احنا شعب محترم، شعب له كيان، شعب متعلم، شعب دارس. احنا ولاد جامعات وخريج الجامعات، وثلثين الشعب الفلسطيني مثقف، مش شعب يعني خيم زي ما انتم شايفين. وهذه حياه انفرض علينا فرض، واحنا بنطلب من كل الاخوان، من كل الشعوب، من كل جامعه الدول العربيه، من كل الناس اللي لها قوه والها مكان عند الامريكان ولا عند الاسرائيليين، انه يا عمي يتوسطوا لنا، تقف الحرب، لانه احنا مش قادرين نصل لحل. الاطفال بتموت، المستشفيات بتعاني، المستشفيات تخرج على الخدمه، فيش يعني مقومات للحياه.